بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة جنة العلوم. مراحل تشكل المستحاثة. أولا يموت الحيوان، ثم ماذا يحدث بعد موته؟ تتحلل المادة العضوية، الأجزاء الرخوة من جسمه تتحلل ثم تدفن سريعا لعدم تعرضها للعوامل المناخية، وتتوضع بعد زمن فوقها مختلف الرسوبيات مع مرور الزمن. وهكذا تتشكل المستحاثة مع تشكل طبقات صخرية في نفس الوقت. مع الزمن يحفر الإنسان ويجد المستحاثة في الأعماق أو تحت تعرية العوامل المناخية. إذن من شروط عملية الاستحاثة الدفن السريع لعدم التعرض للعوامل المناخية، إضافة إلى ضغط مختلف الترسبات فوق هذا الكائن المدفون.